السلام عليكم شباب، رجعنا معاكم مرة ثانية لفقرة الاي جي ويكلي. اخبارنا اليوم ان شاء الله تحوز على رضاكم. خلونا نبدأ. الخبر الاول جاي لنا من معشوقة الجماهير شركة بلاي ستيشن وموعد اصدار لعبة God of War 4 رسميا، وهل راح تكون معربة او لا؟ خلونا نشوف. سوني نزلت عرض دعائي جديد يوضح لنا عن جزء بسيط من قصة اللعبة، وتبين ان الولد اللي مع كريتوس هو ولده الحقيقي، لكن الشيء الغامض منو امه. وبعدها بيوم انتشر فيديو عن تعريب اللعبة مثل ما تشوفون قدامكم، لكن لحد الان ما في تصريح رسمي لهذا الشيء. يعني اللي كان مسوي العرض او مسوي الطريقة هذه مسويها يعني على مزحة ولا على غشمرة. وتبين بعدين انها فعلا خبر مفبرك وما في شيء يعني رسمي او اعلان من الشركة انهم راح يعربون اللعبة. وموعد اطلاق اللعبة راح يكون ان شاء الله في 20 ابريل 2018. هانت كلها كم شهر وراح نلعب اللعبة، واي خبر او اي معلومة حول التعريب راح نبلغكم فيه، لكن غير ذلك لا تصدقون شيء. تابعونا على تويتر وانستغرام وسناب شات عشان تعرفون الاخبار اول باول. الخبر الثاني اللي من شركة روكستار واللعبة المنتظرة وبقوة ردد ريديمشن 2. وايد لاعبين ناطرين اللعبة على حر من الجمر، وأولهم مخرج برنامج الويكلي بو فهد. والتقرير يقول ان شركة تيك تو اللي تملك روكستار انها من الممكن تكشف عن معلومات جديدة حول لعبة ردد ريديمشن 2، مثل تفاصيل القصة او اسلوب اللعب، او حتى تعلن لنا عن موعد اصدارها قبل 7 فبراير وهو موعد اجتماعها مع ملاك الشركة. التقرير ذكر بأن من عادة تيك تو أن تفصح عن معلومات حول ألعابها المنتظرة، وبالنسبة للعبة ردد ريديمشن 2 وإحنا شفنا آخر عرض لها في فبراير اللي طاف. على العموم 7 فبراير قرب وإن شاء الله نحصل على معلومة أو تريلر جديد، ننطر ونشوف. الخبر الثالث، تم الإعلان عن لعبة النجاة والعالم المفتوح بيكس أرك لجميع الأجهزة المنزلية البلاي ستيشن والإكس بوكس وهم البي سي. اللعبة راح تنزل خلال العام الحالي، ولكن أول شيء راح تنزل على الأكس بوكس بطريقة الإيرلي أكسس. وقصة اللعبة تدور في نفس عالم لعبة النجاة أرك سيرفايفل إيفولفد، وهي لعبة منشقة عنها وتحتوي على لعب فردي أو جماعي. سيكون بمقدوركم جمع الأدوات وصنعها وبناء القواعد الخاصة فيكم، وسيكون هناك أكثر من 100 ديناصور ومخلوقات أخرى، وبإمكانكم أنكم تدربونها أو تركبونها. العوالم والمهمات ما راح يتشابهون نهائيا، يعني يوعدوننا بأن ما في عالم أو مهمة متشابهة، أتمنى هالشيء. الخبر الرابع من استديو المطور سلسلة ألعاب بيرسونا وشين ميغامي تنسي، وهي شركة أطلس اليابانية اللي تخطط من الحين للجزء القادم من سلسلة بيرسونا. فقد قدمت شركة أطلس استفتاء جديد مخصص للسوق الياباني فقط، وسألت فيه الجماهير حول الأجهزة اللي يبون يشوفون عليها الجزء الجديد من السلسلة. والخيارات المطروحة كانت للبلايستيشن 4 والحاسب الشخصي ونينتندو سويتش، ولا وجود حق جهاز الأكس بوكس من عمر، وهذه السلسلة مرتبطة بالأجهزة البلايستيشن، والحين يمكن نشوفها على أجهزة أخرى. على العموم خلونا نشوف. لكن السؤال اللي يطرح نفسه، أنتوا تبونها تظل على نفس ما هي تنزل على البلايستيشن 4، ولا تبون تنويع بالأجهزة؟ حطوا لنا رأيكم في الكومنتس تحت. الخبر الخامس، كلنا نعرف المشاكل والأخبار السلبية وهم الاعتراضات والانتقادات اللي صارت وايد بسبب قرارات شركة EA مع صدور لعبة ستار وورز باتل فرونت 2 بالربع الأخير من العام الماضي. مع نظام التقدم فيها الذي يحتاج لساعات طويلة للحصول على الشخصيات فيها، أو بالاعتماد على دفع الأموال داخل اللعبة لإنجاز الأمر بشكل أسرع. طبعا EA خذت هذه الانتقادات وقامت بإصدار تحديث يقلل كثير من ساعات اللعبة للحصول على الشخصيات، وبشهر مارس الجاي راح تكشف لنا الشركة عن نظام التقدم الجديد باللعبة بعد الاستماع لانتقادات اللاعبين. ايضا راح نحصل بشهر فبراير على طور لعب جديد باسم جيت باك كارغو، وقريبا يبدا الموسم الثاني للعبة. شركة EA خذت توجه جديد، والله يستر منها لا تخرب العابها، وان شاء الله يقدرون يعوضون اللاعبين. والحين ننتقل الى فقرة ابرز اصدارات الاسبوع.
وصلنا الحين إلى نهاية فقرتنا، لكن قبل لا أختم حاب أقول لكم لا تنسون تضيفونا على وسائل التواصل الاجتماعي وتضغطون زر الاشتراك وتسوون لنا لايك. كان معكم أخوكم عبدالله نهير، والسلام عليكم.